لو الحكاية فيها إن فيديو. يستأنف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 47 فعالياته وندواته اليوم السبت، وتأتي على رأس هذه الفعاليات والندوات ندوة بعنوان تجديد الفكر الديني. وفي تمام الساعة 1 ظهرا تقوم في قاعة المعرض الرئيسية، ويحضرها الدكتور حمدي زرسوق وزير الأوقاف السابق والمفكر المصري حسن حنفي. كما تقام في تمام الساعة 7 مساء أمسية شعرية عن الشاعر الكبير إبراهيم ناجي. بينما تستضيف قاعة كاتب وكتاب في تمام الساعة 2 ظهرا الكاتب الكبير إسماعيل سراج الدين للحديث عن كتابه الأخير التحدي، يشارك الحديث الكاتب الكبير أسامة الغزالي حق. وعلى مائدة السبت يناقش ملتقى الإبداع في تمام الساعة 3 ظهرا المجموعة القصصية ما لن تقوله شهرزاد. تنطلق في 10 صباحا أنشطة الطفلة، وتقدم ورشة صلصال لأطفال المعرض. كما تستضيف قاعة كاتب وكتاب ندوة بعنوان الأدب في السينما والتلفزيون، حيث يشارك فيها المخرج الكبير محمد فاضل والكاتب مصطفى محرم والمخرج والكاتب عصام الشماع، ويدير الندوة الفنان الكبير سمير صبري، ستقوم في 5:30 مساء. كما يحل الفنان باسم سمرة والفنانة روجينا ضيفان على قاعة كاتب وكتاب، وذلك في ندوة بعنوان بين السرايات، ويحضرها أيضا المؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامي عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء. شكرا لطيب المتابعة.